السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله نشوف كيفاش نورميو البيزنس مانجر كما شفنا في الفيديوهات اللي قبل، كيفاش نورميو البروفيل والباج فيسبوك. في هذا الفيديو نشوف كيفاش نورميو البيزنس مانجر. اول حاجه خصك تكريه، يعني تصايب البيزنس مانجر اللي مازال ما صايبتيش، راه درت فيديو عليه قبل صايبو. ومن بعد كتجي لهنايا، ملي كتدخل البيزنس مانجر كتجي لهنايا التول، من بعد كتجي لهنايا البيزنس سيتينغ. هنا كنجيو نصايبو الحوايج اللي غنخدمو بيهم في هذا البيزنس مانجر. اول حاجه كنجيو نشوفو الباج، يعني كتكون ديجا عندك مكري باج، كتقدر تزيدها هنايا. مثلا الا كنت تعزل كل بيزنس مانجر بالباج ديالو تقدر تزيدها هنايا. ما كنتيش غتزيدها راه غطلع عندك اوتوماتيك، ملي تبغي تكري كومبين ولا دير حمله راه غطلع عندك الباج في الحمله. هنايا الاد اكونت ولا الحساب الاعلاني، هذا هو الحساب اللي كنطلقو منه الادز. كما قلنا راه في الاول تيعطيوك امكانيه تكري غير واحد، من بعد ملي كتسباندي شويه الفلوس عاد تقدر تزيد لي زاد اكونت اخرين. يعني وكل ما مره تسباندي شويه الفلوس وجي وقلب هنا، الا تعطاك الاكسي باش تزيد اد اكونت اخر كريي، يعني باش حكادو راه تحتاجهم تخدم بهم. من بعد هادشي كامل راه درت عليه فيديو قبل، يعني كيفاش تكري باج وكيفاش تصايب لي زاد اكونت. وبالنسبه لهذا الانستغرام والواتساب تقدر تزيدهم تاهما، تقدر تخليهم هكا. المهم اللي كنشوفو دابا الحوايج اللي ضروريين. من بعد هنايا بيكسل، يعني من الحوايج الضروريين اللي خصك تصايبهم الا تخدم بالستور. الا تخدم بواتساب راه ما تحتاجش يعني تكرييه. هنا كتجي تكري، يعني تكري بيكسل كما تا هو راه درت عليه فيديو قبل. الحاجه الاخرى هي ديال الدومين. بالنسبه للدومين راه ماشي ضروري انك مابقاش يعني ضروري انك تفيريفيه، على حسب هاد الابديت الاخرى اللي دارت بالنسبه لليزيفنت، لانه كان الدور ديالو اننا باش تطلبوا منه انه ضروري خاصنا نفيريفيو باش نقدروا نفيريفيو ليزيفنت ديالنا اولا نرتبهم على حسب الاولويه. دابا ما بقاش ديك الميزه، يعني حتى هو ما بقاش ضروري انك تفيريفيه. من بعد غنجيو لهنايا غنجيو البيمنت، يعني باش ندخلوا الكارطة باش غنخلصوا الادز. هذه هي دات عليها فيديو قبل تقدر تشوفوا. المهم دابا درنا غير الحوايج اللي مهمين، يعني البيمنت يعني والبيكسل والاد اكونت، يعني ثلاثه هاد الحوايج راه ضروري خاص تصايبهم باش تطلق الادز. المهم هادشي بالنسبه للنهار الاول، فهمتي؟ النهار الاول غتصايب هادشي، كما غدير بيكسل وغدير اد اكونت وغدخل الكارطه باش تخلص الادز. يعني ملي تنقولو بيكسل راه تنقصدو معاها حتى لي زيفنت، يعني كلشي تصايب كما درت فيديو قبل. هادشي بالنسبه للنهار الاول. النهار الثاني، يعني ملي تصايب هادشي النهار الثاني غتجي غدير حمله ديال تفاعل، اولا تقدر دير حمله ديال لايك الباج، يعني باش تزيد المتابعين ديال ديك الباج. دابا غنجيو ندير كريو كومبين اولا حمله باش نزيدو المتابعين ديال الباج. اول حاجه كما قلت لك، الا كانت الباج قديمه يعني فيها متابعين ما تحتاج انك دير الخطوه هذه. الا كانت جديده يعني باقا جديده خاصك ضروري دير يعني تكري كومبين باش تزاد المتابعين ديالها ومنها تورميها. هنا كنجيو لهنا بالنسبه للهدف، كنجيو هنا نديرو انجيجمنت ولا تفاعل، من بعد كندير كونتيني، كنختارو المانيوال انجيجمنت كومبين، من بعد نديرو نيكست. هنا بالنسبه للهدف ديال الحمله، هنايا غنجيو يعني لك الا بغيت تخلي يعني لهنايا في الولادي ديال لي ميساج، يعني يجيو بزاف ديال لي ميساج في واتساب ولا ميسنجر. هنايا الا بغيتي التفاعل في البوست ديالك، يعني الانجيجمنت يكون عندك مثلا لي لايك ولا لي كومونتير. هنايا الا بغيتي تزيد المتابعين ديال الباج، هنا كنكليكيو على هذا. من الاحسن انك تخدم هذه منها كيما نقولو توارميها من هنا وتزيدو المتابعين ديالها. هنا كتختار الباج اللي بغيتي، مثلا في هاد عندي ثلاثه ديال لي باج نقدر نختار لي باج اللي بغيت. هنايا مثلا هاد الباج خليها هكا. من بعد غنجيو لهنايا مثلا هنايا في البيدجي، من الاحسن انك دير بيدجي قليل وتخليها لمده طويله. الا كنت نفترض بغيتي دير 3 دولار من انا خاصك تفرق على يومين، او دير 4 دولار فرق على يومين، دير 2 دولار للنهار. من الاحسن انك تخليها 3 دولار وتخليها نهار، من الاحسن انك دير 2 دولار ولا بغيتي دير مثلا 4 دولار في النهار، من الاحسن انك دير 2 دولار وخليها يومين. من بعد نجيو لهنايا نخليو هادشي كامل هكذا، نخليو هنا المغرب كامل، نديرو نيكست. هنا نجيو نختارو التصويرة ولا الفيديو. بالنسبة للتصويرة ولا الفيديو ما تخدمش بالتصويرة ديال ولا الفيديو ديال البرودوي، الأحسن انك تخدم بشي في شي حاجة مضحكة مثلا ولا شي حاجة مثيرة للجدل ولا شي حاجة لي ترند حاليا اللي يعني عليها الهضرة باش يقدروا يتفاعلوا معاك الناس بزاف. يعني كما قلنا الهدف ديال الحملة هو غير باش نزيدو المتابعين ديال الباج، يعني ما ديرش فيديو فيه برودوي ولا تصويرة فيها برودوي،
دير تصويره اللي تجيب لك تفاعل بزاف. هذا الشيء بالنسبه اللي كما قلنا التصويره ولا الفيديو باش نخدمه. هذا الشيء اللي كاين مهم، هذه الخطوات تقريبا اللي كاينين. من بعد نديرو بابليش كما قلنا هنايا، نديرو بابليش نرجع لهنايا ونخرج. من بعد ملي كتلقى هاد الكومبين، حيت هاد الكومبين هادي راه دغيا غتقبل، يعني اللي ديال اللايك والانجيجمنت راه ما تدوش في ما كتعطلش في الريفيو بزاف، دغيا تقبل. النهار يعني كيما نقولوا النهار اللي تقبل وتلقاها ان زادوا لك هنا يعني الريزولت وداروا هنا الريتش وصلت للناس، فهاديك الحاله دير هادي خصك كيما نقولوا تطلع الابروفد ريت ولا نسبه الاعلانات المقبوله في الحساب ديالك. كي غادير ليها غتجي وغتدوبليكي هاد الكومبين اللي طلقتي قبل، يعني كما قلنا هذه غادي دوبليكيها، غادي هنا دوبليكيت. يعني شنو دوبليكيت؟ هي اننا كما نقولوا نديروا بزاف من دوك لي كومبين، مثلا هنا غنديروا مثلا واحد 20 ولا 10، هذه كنديروها باش انه نطلعوا الابروفد ريت وفي نفس الوقت باش ما نطيحوش، يعني ماشي تكون اول حمله ديالنا نديروها وما تقبلش. الا كانت اول حمله درناها وما تقبلاتش راه تدنا الكونت مباشره، باش كنطلعوا لابروفد ريت باش حتى الا جاو مثلا دي كومبين مورا هذا الشيء وما تقبلوش ماشي مشكل، ما يتسرش لينا الكونت ولا قدر يجينا غير انذار. لكن مثلا طلقت كومبين الاولى تقبلات، الاولى تقبلات والثاني ما تقبلاتش راه غيتسد لينا الكونت. يعني من الاحسن نديروا الخطوه هذه وما تخليهاش يعني تسباندي داك الشيء كامل، غير تشوفهم انهم لا توصلوا للناتج هنايا 10 ولا 20 حبسهم، اي وحده شفتيها وحده ووقفها ليك هنايا ووقفهم، بقا توقفهم وحده بوحده ولا تقبلوا كاملين في خطره واحده وحبسهم. هذا الشيء الا كنتي تخدم شي حاجه اللي فيها السده مثلا بحال كوزميتيك ولا شي حاجه بحال هكذا، غتحتاج انك دير هذه مره مره، مثلا مره في الشهر او مره في 15 يوم على حساب الاعلانات اللي ما تتقبلوش لك بزاف. الا عندك اعلانات ما تتقبلوش بزاف خاص ضروري انك دير الخطوه هذه. هذا الشيء كما قلنا بالنسبه للباج الا وين نوارميوها والكونت حتى هو. حاجه ثانيه عندنا هي ديال البيكسل، يعني في هذه الحاله ديال ما قصناش بيكسل، يعني ما بيكسل ما يلعب حتى دور في الكومبين اللي درنا دابا. باش نورمي بيكسل غادي نحتاجو اننا ندير واحد الكومبين كما قلنا ديال البيع، يعني كونفيرجن بورشيز او لا ليد، وغنديروها يعني باش يتوارما لك البيكسل. باش يتوارما غندير واحد البلان او ديال انه كنديرو هذاك البرودوي اللي كنبيعو غنقصوا ليه في الثمن بزاف او نديروا شي عرض اللي غيكون مغري كما كنقولوا، يعني اللي غادي يخلي الناس يدوزوا الاوردر عندنا في السطور بزاف. مثلا برودوي كيدير مثلا 200 درهم نقدر نديروا ليه 100 درهم مثلا وتوصيل مجاني، وهذيك 100 درهم ما غنديرهاش يعني في السطور، غنديرها حتى في الفكريه ديالنا ولا في الفيديو ولا في التصويره ولا في الاد كوبي، غنحط بان البرودوي داير 99 درهم باش يجيونا بزاف ديال كما نقولوا ديال المبيعات ولا ديال الطلبيات، ومنها تورما البيكسل دغيا وتورما مزيان. اول حاجه كنجيو لها باش نديرو كومبين كما نقولوا ديال البيع ولا كونفيرجن، كنجيو لهنايا للسيلز اولا الليد، يعني نقدر نختاروا اللي بغيت. هنايا بحال هكا ندير السيلز، من بعد ندير كونتيني، نديرو مانيال كما كنقولوا. هاد الخطوه هذه مورا ما كدير هادي ديال الانجيجمنت ودير دوبليكي، يعني في النهار الثالث كتجي هنايا كدير كونتيني، من بعد دير نيكست، يعني من الاحسن انك تخلي هاد لي كومبين هادو الاولاني خليهم براود، يعني ما ديرش بزاف ديال لي بارامتر. هنا كنختارو بيكسل، نديرو الايفنت، بورشيز، هنا بالنسبة للبيجي 5 دولار راه كافية ولا 4 دولار، يعني راه كافية إلا كنتي يعني غادي يجوك طلبيات إلا درتي واحد الفيديو مزيان ولا تصوير مزيانة ولا ندير بيشاي مزيانة ودرتي يعني كما نقولوا الثمن نقصتيه بزاف. هادشي غير باش تورما تخلي نهار واحد باش تورما ليك البيكسل مزيان. من بعد كنجيو لهنايا، هادشي كنبغي نخليه براود صراحة، خليه هكا. نجي لهنايا نيكست، هنايا كنجيو نديرو نزيدو الفيديو ولا التصويرة اللي نخدمو بيها، مثلا التصويرة هادي، نديرو نيكست، من بعد نزيدو هنا
هنا كنديروا الاد كوبي ديالنا، من بعد كنديروا هنا الهيدلاين والديسكريبشن، هنا الكال تو اكشن، هنايا كنحطوا الليان ديال السطور ديالنا. هادي راه باقي غندير واحد الكومبين ديال الكونفيرجن باش نشرح هذوك الحوايج اللي تزادوا جداد في الكومبين. دابا هادي درنا غير باش غير باش نوري الطريقه باش توارمي سميتو. هنايا كما قلنا غتحط الليان ديال السطور ديالك، هادشي اللي كان بالنسبه لهاد الكومبين هادي. من بعد دير بيبلي ولا بابليش، هادشي كما قلنا غير الطريقه باش توارمي البيزنس مانجر والاد اكاونت، وفي نفس الوقت توارمي هو البيكسل. هادشي اللي كان في هاد لا فيديو، نتمنى يكون الشرح واضح ونكون ما نسيت حتى شي حاجه. الا كان عندك اقتراح على شي فيديو ولا عندك شي حاجه خليها في الكومنتر كما العاده، وما تنساش تشترك في القناه وتبارطاجي لا فيديو. وتبارك الله عليكم، ولقاؤنا في الفيديو الجاي ان شاء الله.